دعونا نقول أننا ذهبنا في رحلة إلى سطح القمر. إذن هنا نجلس على سطح القمر. إذن سطح القمر لليمين هنا، ونحن على سطح القمر نحتاج لجلب شيئين. أولا حجر قرميد، إذن هذا هو حجر القرميد فوق، وجعلته بلون البرتقالي. هنا حجر القرميد، وأيضا جلبت معي ريشة طائر. إذن هذه ريشة طائر، هذه ريشة طائر. سؤالي لك هو، إذا حملت حجر القرميد والريشة، إذا حملت كل منهما في نفس الوقت ورميت كل منهما في نفس الوقت، وسألتك أي واحدة منهما سوف تصل سطح القمر أولا، ماذا سوف تقول؟ من خلال تجربتك على سطح الأرض، إذا أخذت حجر وريشة، إذا أخذت حجر وريشة، الحجر سوف يسقط إلى الأرض بسرعة للأسفل، سوف يتسارع للأسفل، بينما الريشة سوف تحلق، سوف تحلق في الهواء. إذن الريشة سوف تسقط، ولكنها سوف تتأرجح في هذا الطريق وذلك الطريق، وسوف تهبط ببطء باتجاه سطح الأرض. إذن سوف تسقط ببطء. إذن على الأرض وبوجود الهواء، يبدو وكأن الحجر سوف يضرب الأرض أولا، ولكن ماذا يحدث على القمر؟ إنه أمر ممتع. إن الممتع على سطح القمر هو أن القمر لا يحوي غلاف جوي، لا يوجد هواء ليعطي مقاومة لحركة الحجر أو الريشة، إذن ماذا تعتقد أنه يحدث؟ بداية سوف تفكر باستخدام القانون العام للجاذبية. إذن ما قوة الجاذبية على الحجر؟ قوة الجاذبية على الحجر، دعني أقوم بحسابها. قوة الجاذبية سوف تكون كابيتال جي، كابيتال جي ضرب كتلة القمر، M للكتلة كابيتال، وحرف M الصغير يعود للقمر. كتلة القمر ضرب كتلة الحجر، ضرب كتلة الحجر مقسوم على المسافة بين الحجر ومركز القمر R، وهذا تربيع. إذن هذه المسافة بين الحجر ومركز القمر، وأنت ستقوم بتربيعها، هذه هي القوة على الحجر. ماذا ستكون القوة على الريشة؟ قوة الجاذبية على الريشة، أو بشكل آخر وزن الريشة على القمر. إذن ماذا ستكون القوة على الريشة؟ لنعمل نفس الحسابات. القوة على الريشة F، القوة على الريشة سوف تساوي كابيتال جي، كابيتال جي ضرب كتلة القمر ضرب كتلة الريشة، ضرب كتلة الريشة مقسوم على مربع المسافة بين مركز الريشة ومركز القمر. إذن مربع المسافة R تربيع. إذا نظرت لكل من هذه الصيغ، كلاهما يملكان هذه الجي كابيتال مضروبة في كتلة القمر مقسومة على مربع المسافة، أي الارتفاع أو المسافة بين الجسم ومركز القمر. إذا هذا نفس المقدار لكلا المعادلتين، ودعنا نسمي هذا جاذبية القمر جي سمول. إنه يمثل وزن ذلك الجسم على القمر، أو جاذبية القمر لذلك الجسم، أو قوة الجاذبية المؤثرة باتجاه الأسفل. إذن هذا مجال الجاذبية للقمر، وسنسميه جي إم. كل هذه الكميات مجتمعة، إذن إذا بسطنا هذا، فإن F B أي القوة التي القوة المؤثرة على الحجر سوف تصبح جي إم. قد استخدمنا ثابت الجاذبية جي للأرض على الأرض، أو مجال الجاذبية الأرضي، أو أحيانا تسارع الجاذبية على الأرض. الآن نحن نتحدث عن القمر، فإننا سوف نستخدم جي إم نسبة إلى القمر. إنه يساوي ذلك مضروب في كتلة الحجر
في حالة الريشة فإن القوة المؤثرة على الريشة سوف تساوي كل هذه، إذن هذه جي إم، جي إم ضرب كتلة الريشة ضرب كتلة الريشة. الآن لنفرض أن كتلة حجر القرميد أكبر من كتلة الريشة. إذن لنفرض أن كتلة الحجر أكبر من كتلة الريشة ام بي أكبر من ام اف، ماذا ستكون القوة النسبية؟ هنا لديك كتلة كبيرة مضروبة في ثابت، إذن كتلة الحجر أكبر من كتلة الريشة، إذن قوة الجاذبية على الحجر أكبر من قوة الجاذبية على الريشة. وعند هذه النقطة فإن القوة المؤثرة على الحجر أكبر منها على الريشة. وبالتالي فإنه سوف يتسارع للأسفل بسرعة أكبر. يجب أن نتذكر أن السبب هي القوة، قوة الجاذبية المؤثرة على الحجر، ولكنها أيضا تمتلك كتلة أكبر. ولكن نحن نتذكر أن الكتلة الأكبر تملك تسارعا أقل، تملك أقل تسارع للقوة المعطاة. ولكن كيف نحدد كم هي سرعة التسارع لكلاهما؟ دعونا نجد التسارع، حيث أننا نعلم، سأكتب ذلك بلون جديد. إذن إن القوة تساوي الكتلة ضرب التسارع أم ضرب A. إذن إذا أردنا أن نجد تسارع الحجر يمكننا كتابتها مثل هذا، ونقسم كلا الطرفين على الكتلة M. إذن سنحصل على التسارع يساوي القوة مقسومة على الكتلة. إذن التسارع كمية متجهة والقوة أيضا كمية متجهة. وفي هذه الحالة سوف أستخدم القيمة الحقيقية. ولكن عند استعمال القيم الحقيقية، القيم الموجبة اتجاهها للأعلى والقيم السالبة اتجاهها للأسفل، إذا نحن متفقين على الاتجاه، ما قيمة التسارع للحجر؟ تسارع حجر القرميد سوف أرمز له بالرمز AB. تسارع الحجر سوف يكون القوة المؤثرة على الحجر. القوة المؤثرة على الحجر، القوة المؤثرة على الحجر مقسومة على كتلة الحجر، ولكن القوة المؤثرة على الحجر هذه هي نحو اليمين. إنها جي إم قوة الجاذبية من القمر ضرب كتلة الحجر أم بي مقسوم على كتلة الحجر. إذن تسارع الحجر من القمر أو تسارع الحجر إنه يساوي بالضبط مجال الجاذبية. إنه جي إم، إنه يتسارع على القمر بهذا المقدار. إنه نفس الشيء للريشة، لننظر كيف يبدو الأمر للريشة. تسارع الريشة سوف يكون القوة المؤثرة مقسوم على كتلة الريشة. القوة على الريشة هي جي إم. ضرب كتلة الريشة مقسوم على كتلة الريشة MF. ومرة أخرى التسارع سوف يكون نفس الكمية، إذن كلاهما سوف يتسارعان بنفس الكمية للأسفل، مما يعني أنهما سوف يضربان سطح القمر بنفس المعدل. كلاهما سوف ينطلقان من نفس النقطة في نفس الوقت ويمتلكان نفس السرعة، وسوف يضربان الأرض في نفس الوقت، على الرغم أن هذه الكتلة أكبر من تلك الكتلة، ولكن تتولد عليها قوة جاذب أكبر، أو أنها أكبر كتلة فإنها تتعرض لقوة جاذب أكبر من القمر بسبب كتلتها.
وهذا يعطي تسارع مساو لتسارع الكتلة الصغيرة. إذن أي جسم ينطلق من نفس النقطة سوف يمتلك نفس التسارع للجسم الآخر، ولكنك سوف تقول انتظري، إذا كان هذا صحيحا على القمر سيكون صحيحا على الأرض، وسيكون صحيحا على الأرض. فإذا فعلت نفس التجربة في غرفة مفرغة من الهواء بحيث لا يوجد مقاومة للهواء، وأمسكت ريشة وحجر ورميتهما معا في نفس الوقت، كلاهما سوف يضربان سطح الأرض بنفس الوقت. ولنتخيل كيف أن الريشة ستسلك سلوك الحجر. ما الذي يحدث إذا تمت تجربتها على الأرض؟ الجواب، وقد أدركت ما الذي يحدث على الأرض، إن الفرق بين الريشة والحجر هو مقاومة الهواء. إذا أخذت نفس الحجر أو أخذت نفس كتلة الحجر ورميته بحيث يكون هناك مقاومة أكبر، إذا رميتهما ولكن دعنا نقول أنهما يملكان نفس الكتلة، هذا الجسم يملك نفس كتلة ذلك الجسم، فإن هذا الجسم سوف يكون أبطأ من ذاك الجسم لأن لديه مقاومة أكبر، مقاومة هواء أكبر، والتي تولد مقاومة لمنعه من السقوط. وإذا أخذت الريشة حيث أن كتلتها قليلة قليلة جدا صغيرة، حيث أن كتلة هذا الجسم هي نفس كتلة الريشة صغيرة جدا، فإن هذا الجسم سوف يسقط أسرع. إذن الاختلاف الحقيقي في سقوط الأشياء على الأرض، إذا لم يكن هناك هواء فإنها سوف تسقط في نفس الوقت، وبسبب الهواء فقط فإنها تسقط بمعدل مختلف. وهناك شيء آخر يمكنه أن يؤثر غير الهواء، وهو الضغط الثابت. فإذا كان لدي جسمان لديهما نفس الشكل، الجسم الأثقل بطريقة ما سوف يسقط بسرعة أكبر لأنه يقاوم القوة المحصلة، القوة المحصلة التي تكون ضد الضغط الثابت. إذا كان لديك شيء له نفس الوزن فإنه سيكون في حركة ديناميكية وأيضا أكثر سرعة، سوف يواجه مقاومة هواء أقل. والتجربة التي يمكن لك أن تجريها في غرفتك الآن هو أن تأخذ حجر، أو يمكنك أن تأخذ كتاب مثل هذا وترميه، ويمكنك أن تأخذ ورقة أو قطعة من الورق وتقوم برميها. سوف تلاحظ أن الورقة ستسقط أبطأ من الكتاب. إذن الذي سوف تفعله والذي سوف تفعله هو أن تضع الورقة أعلى الكتاب، فإن الكتاب سوف يواجه مقاومة الهواء والتي تؤثر على الورقة. وإنك سوف تلاحظ أنه إذا وضعت الورقة أعلى الكتاب وقمت بإسقاطه، ستلاحظ أنهما سيصلان الأرض في نفس الوقت.